أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة توزيع مواد غذائية ومعرض ملابس مجانية خيرية وأجهزة كهربائية بقريتين بمحافظة الإسماعيلية. وتأتي جهود التحالف وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة التي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية. تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، نظمت إحدى الجمعيات الخيرية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية لتوزيع مواد غذائية ومعرض ملابس مجاني خيرية بقرية الضبعية بالإسماعيلية. النهاردة بنتعاون مع التحالف الوطني في قرية الضبعية في عزبة الزمالطة، بنقدم وجبات سخنة، معرض ملابس أراجوز للأطفال، وإن شاء الله بنركب في كيلو 11 مجموعة من وصلات المية والعدادات للأسر الأولى بالرعاية. النهاردة إن شاء الله نازلين إسماعيلية، عندنا توزيع شنط غذائية وتوزيع أجهزة كهربائية، وعندنا وصلات مياه وحصص محو أمية وحفلات للبراعم، وكمان إن شاء الله عندنا إطعام. كما شهدت قرية الفردان توزيع أجهزة كهربائية وتوصيل المياه، حيث جاءت تلك الفعالية بمشاركة 80 من متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. احنا النهاردة التحالف الوطني متمثل في جمعية رسالة بيقدم خدمات للمجتمع الإسماعيلي، منها توزيع شنط المواد الغذائية للأسر الغير قادرين بقرية الفردان، وتوصيل عدد وصلات مياه لبعض الأسر الغير قادرة برضو، وفي توزيع أجهزة كهربائية مثل ثلاجات وبوتاجازات ومراتب. جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تأتي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به التي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية. خطة التحالف للحماية الاجتماعية تستهدف كذلك تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة وتقليل حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.